على وقع الاشتباكات العنيفة مع فصائل مسلحة، الجيش السوري يعزز خطوطه في ريف حماة لشن هجوم مضاد. كاميرا الحدث ترصد الأوضاع في سجن حلب المركزي بعد سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل عليه. بعد يوم على زيارة عراق، جاء إلى أنقرة مستشار خامنئي ينتقد سياسة تركيا الخارجية. سقوط صاروخ بالقرب من مستوطنة كريات شمونة، ووزير دفاع إسرائيل يهدد باستهداف كل لبنان في حال انهيار وقف إطلاق النار. أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث، نواصل فيها الرصد والمتابعة لكل مجريات الأوضاع في سوريا. فهناك معارك محتدمة على أبواب حماة وأخرى في دير الزور، تطورات ميدانية متلاحقة في سوريا وسط مطالبات أممية بوقف العنف ومساعي إقليمية لإحياء مسار سياسي. في جديد الأحداث، أكدت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري والقوات المتحالفة معه أوقف هجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور. كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصد لم تحقق أي تقدم في القرى السبع التي هجمتها في شرق دير الزور، بينما نفذت طائرات التحالف غارات على مناطق تمركز الميليشيات في القرى السبع. عندك ما يضرب ضرب جريجك. وفي حماة، قال مدير المرصد السوري للحدث إن هيئة تحرير الشام والفصائل باتت على بعد 7 كيلومترات من مدينة حماة، وسيطرت على بلدات استراتيجية في ريف حماة الشمالي. وأكد مراسل الحدث أن الفصائل المسلحة تحاول التقدم في تخوم مدينة حماة، بينما يشن الطيران السوري الروسي هجمات مكثفة لمنع تقدمهم. في غضون ذلك، قالت الوكالة الرسمية السورية إن قوات الجيش السوري تخوض اشتباكات عنيفة مع فصائل مسلحة في ريف حماة. وأضافت الوكالة أن قوات الجيش تعمل على تعزيز الخطوط الدفاعية والإسناد بريف حماة لبدء هجوم مضاد ضد الفصائل المسلحة.
مراسل الحدث دخل سجن حلب المركزي كأول وسيلة إعلامية بعد أن سيطرت عليه هيئة تحرير الشام. إذن مباشرة هنا نحن في سجن حلب المركزي، هذا السجن الذي سيطرت عليه تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها عبر معركة ردع العدوان التي تستهدف حلب وحماة وإدلب. رسميا نرصد لكم هذه المشاهد الحصرية والخاصة والمباشرة هنا من داخل هذا السجن، ونحن هنا كأول وسيلة إعلامية العربية والحدث ندخل بشكل مباشر إلى عمق هذا السجن ونرصد لكم هذه المشاهد. طبعا هذا السجن كما هو واضح لديكم كان في حالة ترميم، لأنه وطوال سنوات الحرب في سوريا كان محاصر وشهد عمليات قتالية متواصلة مستمرة. الجدير ذكره بأن هذا السجن يحاط بمنشآت ومعامل، وهو كذلك يعتبر أكبر سجن في محافظة حلب. كما تشاهدون هذه هي المشاهد هنا داخل هذا السجن. طبعا هذا السجن هو كان يضم آلاف النزلاء والموقوفين، وكذلك تعتبر سيطرة فصائل المعارضة السورية عليه هنا هي أول مرة في سنوات الحرب تسيطر عليه، سواء كانت تحرير الشام وحلفائها أو كانت كذلك فصائل الجيش الوطني المعارض. من هنا من سجن حلب المركزي لقناتي العربية والحدث، محمد هارون، ريف حلب. من دمشق تنضم إلينا الصحفية صفاء مكنا. صفاء أهلا بك، وأيضا سينضم إلينا لاحقا محمد هارون إذا جاهز، لكن نبدأ مع صفاء. صفاء، بالنسبة لحادثة السيارة في عقربة، إذا كان هناك جديد في هذه الحادثة؟ نعم، هو استهداف إسرائيلي لشخصية كانت تستقل هذه السيارة، جرى استهدافها عند جسر بلدة عقربة على طريق مطار دمشق الدولي، وأدى هذا الاستهداف لمقتل شخص كان بداخلها وفق المعطيات يعني غير الرسمية، فيما لم تتحدث المعلومات عن من هي الشخصية المستهدفة بهذه السيارة. لكن شهدت دمشق على مدى الأسابيع الفائتة حوادث أمنية مشابهة لهذا النوع، استهدافات إسرائيلية لسيارات لمنازل، أيضا تستقلها ربما شخصيات من حزب الله أو شخصيات مقربة من حزب الله اللبناني. نعم، بالنسبة لسوريا دمشق الرسمي، هل في أي تصريحات للحكومة، للرئيس، في مساعي، في أي شيء دار في الفترة الماضية أو في الساعات القليلة الماضية؟ نعم، اليوم لم تصدر أي تصريحات على المستوى السياسي فيما يخص التطورات الحاصلة، لكن يوم أمس كان هناك اتصالين هاتفيين للرئيس السوري مع نظرائه الإيراني والفنزويلي. كان الرئيس الأسد تحدث عن أن التصعيد الحاصل في سوريا يهدف لتقسيم المنطقة وتفتيت دولها وإعادة رسم خرائط المنطقة، ويؤكد الرئيس الأسد في تصريحاته السياسية الأخيرة على أن سوريا ستمضي في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية وفق ما يتحدث الرئيس الأسد، وتعتزم على مواجهتها والقضاء عليها بطبيعة الحال. لكن على الصعيد العسكري كان هناك يعني عدة بيانات من وزارة الدفاع السورية تحدثت عن أنها تستهدف مواقع وطرق إمداد الفصائل المسلحة في ريف حما الشمالي وفي ريف إدلب الجنوبي، وتتحدث عن ضربات نارية مركزة إما صاروخية أو جوية بمساعدة الطيران الروسي الحربي في جبهة حما، حيث تدور المعارك العنيفة في هذا المحور. طيب صفاء، بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية التي تغطي حركة الجيش السوري الرسمي في معاركه في إدلب وحماة وغيرها، لو تعطينا تفاصيل يعني عن ما يقوله من غارات في على المحاور كلها. نعم، يمكن القول أن التلفزيون السوري الرسمي اليوم بث من بلدة خطاب، وتعتبر هذه البلدة بريف حما الشمالي هي مسرح الاشتباكات الأبرز هذا اليوم نتيجة قربها من مدينة حما، إذ تبعد
نحو 12 كيلومترا عن مدينة حما كانت تجري فيها اشتباكات عنيفة هذا اليوم. المصادر الرسمية السورية الحكومية تتحدث عن أن الجيش السوري عزز النقاط الأمنية في محيط هذه البلدة وأنه سيطر على هذه البلدة ولم يعني تستطع الفصائل المسلحة يعني السيطرة على مدينة خطاب حتى هذا اليوم. بالتوازي أيضا كانت تدور معارك عنيفة على محور بلدة محردة إسقيلبية بريف حما الشمالي بريف حما الغربي، وأيضا كانت بيانات الجيش السوري تتحدث عن تثبيت النقاط في هذا المحور. إذن تدور الاشتباكات والمعارك الضارية ويمكن وصفها بأنها معارك كر وفر على ثلاثة محاور بأرياف حما. تحاول الفصائل المسلحة التقدم عبر هذه المحاور ويتصدى الجيش السوري والقوات الرديفة له بمساعدة الطيران الحربي لمحاولات الهجوم والتقدم. هل هناك أي شيء على دير الزور؟ يعني دير الزور واقعة ما بين ما تقوم به قصد في مواجهة قوى الجيش السوري، وفي نفس الوقت هناك جماعات موالية لإيران بتستهدف قواعد تابعة للتحالف في حقل كينيكو أو غيرها، بالتالي المشاهد يختلط عليه الأمر فيما يتعلق بدير الزور تحديدا. فبالتالي إذا كانت هناك رواية رسمية حتى على وسائل الإعلام الرسمية السورية. نعم، ما جرى اليوم في دير الزور كان تحديدا في الضفة الشرقية لنهر الفرات. هناك مجموعة من القرى، هي 7 قرى تسيطر عليها قوات الجيش السوري في ريف دير الزور الشمالي الشرقي. أبرز هذه القرى الصالحية، الحسينية، خشام، مظلوم، حطلة. هي 7 قرى على الضفة الشرقية لنهر الفرات لا تزال تحت سيطرة قوات الجيش السوري. ما حصل فجر هذا اليوم أن مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية شن هجمات على هذه القرى ربما بهدف السيطرة عليها، لكن الأخبار الواردة من دير الزور وحتى البيانات الرسمية السورية تؤكد أن خارطة السيطرة في هذه القرى لم تتغير، لا تزال هذه القرى تحت سيطرة الجيش السوري وقد تصدت بمساندة دعني أقول فئات عشائرية أو مقاتلين عشائريين في هذه البلدات لهجمات قصد، ولم تتغير إذن خريطة السيطرة في هذه المنطقة. الصفاء كانوا يقولون هذه القرى تحت سيطرة القوات الروسية، انسحبت القوات الروسية قبل يومين، وبالتالي تحاول أن تتصارع عليها قصد والجيش موجود فيها. بالتالي هل فعلا هذه القرى كلها 7 يعني كانت تحت سيطرة القوات الروسية فعلا؟ المعلومات تتحدث عن أنها تحت سيطرة القوات السورية، وأيضا مقاتلين من العشائر المحليين في دير الزور يسيطرون على هذه البلدات منذ عدة سنوات. صفاء امكننا الصحفية من دمشق، صفاء شكرا جزيلا لك. وين النفق اللي فات على البيت؟ نفق الجوني، بس هذا نفق يعني هو 100؟ 50 متر. لك ايش بك واقف هنيك؟ هسه لما تحوم؟ ايه الله اكبر. أنا أقول لك مالي الله أكبر الله أكبر فقرات للدقيقة الله أكبر. رصد مراسل الحدث وصول آلاف النازحين من حلب وريفها إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تحديدا مدينة الطبقة، وقال المراسل إن النازحين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة، وأضاف أن طرق الطبقة امتلأت بآلاف العائلات التي افترشت الأرض دون أن يتم توفير الإيواء المناسب لهم حتى الآن. يعني آلاف من النازحين من مناطق الشهباء وحلب والرفحت وصلوا إلى الطبقة، ازدحام مخيف في جميع
الشوارع المؤدية، الطرقات أصبحت يعني مغلق على الأغلب. هؤلاء حتى يصلوا إلى مركز الإيواء الرئيسي في الملعب البلدي يباتون في الشوارع. العملية قد تستغرق أيام حتى يتم استضافة هؤلاء النازحين. المشكلة أن الإدارة لديها يعني عجز في هذا الاستيعاب. المنظمات المحلية، المنظمات الانجيو الدولية، منظمات تابعة للأمم المتحدة غير يعني قادرة على التعامل السريع مع هذه الأزمة. معظم الشوارع في مدينة الطبقة أصبحت مغلقة بسبب توافد الآلاف من النازحين. طبعا النازحين أكراد وعرب، ليسوا فقط من الشهباء وإنما من قرى من حلب المدينة نفسها، من سفيرة، من مناطق أخرى سيطرت عليها تحرير الشام، وأيضا من مناطق سيطرت عليها الفصائل التي تعمل ضمن عملية فجر الحرية. من دمشق الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحميد توفيق. أستاذ عبد الحميد أهلا بك، وانضم إلينا أيضا مستشار الحدث للشؤون الأمنية والعسكرية الأستاذ رياض قهوجي. أستاذ رياض أهلا بك. أبدأ مع الأستاذ عبد الحميد توفيق. القراءات كلها أستاذ عبد الحميد، محاولة الفهم كلها في الموقف التركي. اليوم هناك انتقادات إيرانية للسياسة الخارجية التركية بعد لقاء وزير الخارجية الإيراني مع وزير الخارجية التركي، وواضح الاختلاف كله يتعلق بسوريا يعني. في اعتقادك ما الذي بينته هذه الأزمة من الموقف التركي؟ هو فكرة الاحتواء ولا فكرة الاحتلال؟ يعني هي بالفعل خلال السنوات الماضية تحتوي كثير من البلدات المجاورة لها، ولكن فكرة الاحتلال عبر هذه الفصائل يمكن أن تتبدل هذه المرة، وهذا هو الاعتراض الإيراني مثلا؟ مساء الخير لحضرتك يا أستاذ محمود ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد بأنها منذ اللحظة الأولى كانت فكرة احتلال، متى ما وطأت أقدام جيش أجنبي أي أرض أخرى فهو محتل، بصرف النظر عن التبريرات التي يطلقها أو عن الأهداف التي يدعي أنه جاءها بنبل. بالتالي هذه المسألة اليوم أرادت تركيا كما يبدو، قبل أن نتطرق إلى طبيعة الرؤية الإيرانية في هذا الإطار، يبدو أن أردوغان والقيادة التركية أرادت أن تقول بأن لدي ما يمكن أن أفعله على الأرض برسائل متعددة الاتجاهات. لا يمكن إخفاء التنافس الإقليمي بين قوتين عظميين إيران وتركيا، رغم حالات التقارب التي تقوم، رغم حالات التخادم، وتحديدا الاستثمار التركي حينما فرض على في عهد ترامب السابق فرض على إيران العقوبات أو العقوبات القصوى، فكانت تركيا شريانا مهما وأساسيا في تغذية إيران بما تحتاجه في هذا الإطار. لكن بالمقابل لابد أن القول أن تعارض الإيديولوجيات، تعارض المشاريع في المنطقة، إذا صح تسمية مشروع تركي أو مشروع إيراني في المنطقة عموما، بدأ واضحا وملموسا. كانا يتفقان على سبيل المثال فيما يتعلق بأحداث غزة في عملية الإدانة، ولكن هما يفترقان كثيرا في حيثيات هذا الأمر وفي يعني الأداء. ما يتعلق بالموقف الإيراني، يعني فهمت من هذا الانتقاد أنه الأزمة مطولة يعني باللغة. أنا أريد أن لا شك نعم، يجب يصب في إجابة على سؤال مواطن بيتفرج على الشاشة الآن، وهو يتعلق بمسألة هذا الموقف. واضح أنه بيؤكد أن الأزمة قد تطول بعض الشيء، لأنه تركيا الآن غير تركيا في 2016 مثلا أو 2017، وإيران ليست كما كانت في تلك المرحلة. نعم هذا بشكل موضوعي، ويعني يجب أن يكون هناك صدق مع المشاهد، مع الرأي العام، وشفافية. الأزمة لن تحل بهذه البساطة، الأزمة مطولة. أيام في عام 2015 حينما كانت الحرب في حلب، كان حلب هناك حلب غرب حلب وشرق حلب هنا، واليوم حلب كلها وريفها سيطرت عليها جبهة النصرة والمسلحين معها، وبالتالي هذا المشروع التركي في هذه المنطقة مع إدلب وكذلك رفع أو دفع الهجوم بهذه القوة وهذا العنف إلى الشمال الشرقي
لمدينة حماة أيضا له دلالة، سواء كانت في الجغرافيا أو في المواجهة أو في خط المواجهة. الموقف الإيراني والانتقاد الإيراني لتركيا، ربما وصلت إيران إلى مرحلة متوقعة بأن يجدوا صد، أن يجدوا صدا حقيقيا ربما في الكواليس مع تركيا في زيارة عراقجي ولقاء فيدان، بصرف النظر عما استشف في المؤتمر الصحفي من تباين أو تباعد أو عدم تفاهم على هذه النقطة. وبالتالي ليس من الإنصاف القول بأن الأزمة عابرة، الأزمة كبيرة، وأعتقد بأنها تتجاوز حتى حدود الأيام التي مرت على سوريا قبل هذه الأحداث، وتحديدا أيام القتال في على الأرض السورية عموما. أستاذ رياض قهوجي، إذا استمرت الأزمة عسكريا فعلينا أن نسأل دائما على خزان السلاح اللي ممكن يزود هذه الفصائل، هيئة تحرير الشام وغيرها على الأرض، وبالتالي والله إن استمرت الأزمة ولديهم أسلحة فواضح أن هناك من يزودهم بهذه الطريقة. في اعتقادك مصادر سلاح هكذا جماعات يمكن أن يكون من أين؟ يعني هناك مصدرين، المصدر الأول هو ترسانة الجيش السوري، كما شاهدنا هم غنموا الكثير من هذه الأسلحة والذخائر، حتى طبيعة سلاحهم الذي يستخدم اليوم في هجماتها جزء كبير منها خاصة السلاح الثقيل، دبابات، آليات مصفحة، مدفعية، هي كانت من مخازن الجيش السوري التي غنموها خلال الفترات الماضية. المصدر الآخر طبعا هو عبر تركيا، يعني من مسيرات، ذخيرة خفيفة وغيرها، تدريب، معلومات استخباراتية، قدرات اتصالات، هذه جميعها من الجانب التركي، وبالتالي هم لديهم يعني مصادر جيدة للاستمرار للذخيرة والأسلحة للاستمرار في هذه المعركة. نعم. طيب أستاذ عبد الحميد، هنا سؤال. بعض الكتابات اليوم تقول، وأنا أيضا سؤالي يصب في معرفة إن الموضوع كيف يمكن أن ينتهي، وهو أنه يقول بعض الكتابات اليوم تركيا لم تعطي الضوء الأخضر للفصائل هيئة تحرير الشام بهذا العمل إلا بعد فشل محاولات تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق، يعني رفض الرئيس السوري وبالتالي الأتراك حاولوا أن يمدوا يدهم مرة أكثر من مرة للرئيس السوري، الرئيس السوري رفض، وبالتالي ما لم تأخذه وأنت في ارتياح سيفرض عليك في وقت الحرب. يعني هذه الرؤية البعض يراها منطقية يا أستاذ عبد الحميد. لا شك، لا يمكن الطعن بهذه الرؤية، ولكن لا بد من الإحاطة بها بشكل أكثر اتساعا بعجالة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حين مد يده كما يقال لسوريا أو للرئيس للقاء بأي كان وتحت أي شروط، أثار رعب جبهة النصرة والفصائل المسلحة التي يديرها وتعمل في ظله، وكذلك حركت حتى الشارع. لا بد من القول أيضا أن بواعث هذا التوجه التركي ليس فقط كما يقول حبا، إنما كان لديه أعباء كبيرة من الملف السوري، لاجئين جبهة النصرة وعشرات آلاف المسلحين الذين حسبوا عليه، ويريد أن يتفكك من هذا العبء. في الإطار الآخر أعتقد هذه الرواية، خلينا عند هذه النقطة صاحب الحميد، إذا أخذنا بهذه الرواية بمعنى والله إذا دمشق أعلنت للأتراك أنها جاهزة للجلوس وتطبيع العلاقات ستنتهي هذه الأزمة، يعني إذا أخذنا بهذه الرواية فعرفنا كيف ستكون النهاية. لذلك هذه المسألة كانت مطروحة، ولكن كانوا يريدون فرض هذا اللقاء تحت شروطهم وهم على الأرض السورية. كان الجواب، لنكون موضوعيين، على لسان الرئيس السوري حقيقة بشار الأسد قال بالحرف: نحن بعد تدرج في الليونة والدور الروسي الذي فعل فعله في هذا الاتجاه، قال بأننا نريد فقط تعهدا تركيا لجدولة الانسحاب من الأراضي السورية بضمانة روسية. فهذا آخر ما وصل إليه. أتذكر بأنه بعد حوالي 24 ساعة يخرج رئيس وزيرة الدفاع التركي ليتحدث عن قضايا ذات طابع داخلي في سوريا ويتجاوز كل هذه المسألة، ويقول بالحرف: نحن لا نفكر ولا نفاوض على مسألة الانسحاب إلا بعد تحقيق كذا وكذا وكذا في الداخل السوري. إذن أنا أعتقد أن الأمور مبيتة إلى حد كبير من الجانب التركي لأهداف
ولحيثية ولأهداف أيضا واسعة ليس في سوريا فقط بل في المنطقة. هي رسائل حقيقة أرادتها تركيا أن توصلها على أنها هي حمل وديع وتريد السلام وتريد إنهاء هذه الأراضي في الموضوع في سوريا. تركيا هناك عنصر أساسي في هذه الاندفاع التركية أعتقد بأنه يشكل محورا جوهريا، وهو أنها أرادت أن تدفع الجانب السوري، الحكومة السورية، الجيش السوري لمواجهة مع القوى الكردية، مع قسد ومع حزب العمال الكردستاني الموجود في شمال شرق الفرات والذي تديره قوات الاحتلال الأمريكي. نعم. السؤال الكبير الذي كان يطرح حقيقة باستغراب، هل تستطيع سوريا أن تهاجم قوات قسد بوجود المحتل الأمريكي من الجانب الآخر؟ لماذا إذا كانت أمريكا وتركيا حلفاء أطلسيين وفي كل شيء وكما يقول يطبخونها سواء، لماذا لا تذهب أمريكا إلى تركيا إلى أمريكا وتجد مخرجا لها فيما يتعلق بالتهديد الذي تدعيه من قبل حزب العمال الكردستاني وقسد لأمنها القومي؟ إذن هناك أنا قناعتي التي بدأت يعني تتوضح من خلال هذه المعطيات أن هناك مشروعا مبيتا في الجانب التركي في هذا التوجه. نعم. بعد أن تمكن بعد أن أيقنت تركيا، وهنا أستطيع أن أتكهن بأن مسار الإعداد لما حدث منذ 27 من الشهر الماضي، نعم، هذا المسار التجهيز للميدان ربما كان متوازيا مع مد اليد التي كان يدعيها ربما للحظة من مثل هذه اللحظات لكي يتفاوض بالنار. التفاوض، نعم، بالنار ليس غريبا عن معادلات الدول، وليبدو اليوم الجانب السوري أخذ قراره بأنه مستعد أن يفاوض بالنار من خلال هذا الانتشار والتعزيزات التي تصل وهذه المجابهات. وقبل ساعتين تقريبا أو أكثر أعلن رسميا أن الجيش السوري استعاد بلدة خناصر في جنوب شرق الحلب. أستاذ رياض قهواجي، رؤيتك بعد هذه الأيام للقتال، المعركة محتدمة الآن في ريف حماه الشمالي تحديدا في إطار موازين القوة، يعني وكما تحدثت معك سابقا هناك من يملك الأرض وهناك من يملك السماء، لا الذي يملك السماء قادر على أن يملك الأرض ولا الذي يملك الأرض قادر على أن يتراجع بشكل أو بآخر. توقعك لحسم معركة حماه تحديدا في إطار ما يحدث الآن من معركة حاسمة في ريف حماه الشمالي؟ يعني الجيش السوري حاليا هو قام بإنشاء ما يسميه هو بحزام نار، يعني قصف جوي بري لإيقاف تقدم الفصائل المسلحة. هو لا يقوم بهجمات مرتدة يعني تمكنته من استعادة أي من الأراضي. لا نزال نشاهد فصائل المسلحة تملك زخم الهجوم تتقدم، هي باتت على مسافة 7 كيلومترات من مدينة حماة، وبالتالي لا نشاهد الجيش السوري يقوم بتنظيم صفوفه بتنظيم خط دفاع ثابت بشكل جيد، مع مرونة بشن هجمات مرتدة بشكل قوي تدفع الفصائل للخلف، مستفيدا من تنسيق بري جوي مع كثافة النيران لإحداث هذا التغيير. يعني حتى الآن لم نشاهد هذا الأمر بنجاح على جبهة ريف حلب ريف حماة الشمالي. طب أستاذ رياض، يعني أين سلاح المدرعات؟ والله دي أنت بتتكلم على جيش حكومي، يعني جيش رسمي عنده مدرعات وعنده مشاة وعنده مظلات وعنده دفاع جوي وعنده طيران، بالتالي الدبابات قد تكون حاسمة في معركة بهذه الطريقة، يعني لما لم تستخدم حتى الآن؟ يعني ما هو تفسيرك مثلا لعدم استخدام المدرعات في هذه المعركة؟ طبعا هو سؤال وجيه، يعني طبعا هذا يجب أن يجيب عليه الجيش السوري نفسه. نحن عقائديا الجيش السوري يعني يتحرك بأسلوب الجيش السوفيتي القديم، الأرض المحروقة، لذلك نشاهد دائما عمليات الهجوم الخاصة به تنتهي بدمار شديد في المناطق التي يدخل إليها. لا يتمتع بالعقيدة الغربية التي تطبق مبدأ الحرب الخاطفة التي هي تعتمد على التنسيق الوثيق بين الدعم الجوي القريب
والتقدم السريع للقوات المؤللة، المدرعات والدبابات بشكل منسق. حتى الآن يعني توقع أن الجيش السوري يريد أن يقوم بإنشاء خط دفاع منسق ويتبعه بهجمات مرتدة تترافق مع قصف شديد بري وجوي، وهكذا يقوم بهجماته واستعادة المناطق السيطرة. هلا من أين تجمع القوات؟ هذا الأساس، لأن جزء كبير من قوات الجيش السوري هي من الاحتياط، وقد شهدنا عمليات فرار كبيرة من الجبهة خلال الأيام الماضية بناء على تقارير من الميدان، لأن العديد من هذه المجموعات كانت تتكل على أفراد من المجندين لا يملكون الخبرة ولم يشاهدوا قتال شديد سابقا، مقابل مجموعات إسلامية عقائدية متمرسة لها باع بالقتال. نعم. فهناك فارق في المعنويات العسكرية بين الطرفين، وهذا يعني يظهر على ميدانيا حتى الآن. فنحن بانتظار وصول الفرق أو المجموعات التي لها الخبرة القتالية، الجيش المحترف من الجانب القوات الحكومية، لتتعامل مع الوضع، وهنا يتوقع أن نشاهد تغيير فعلي ميدانيا. أستاذ عبد الحميد، خلينا أوضح للمشاهد الكريم، لأن العواجل لدينا: طيران التحالف الدولي بيقصف مواقع لميليشيات إيرانية في شرق دير الزور. يعني دير الزور، حتى لا يختلط على المشاهد الكريم أوضح له الأمر وأريد رأيك أستاذ عبد الحميد توفيق، قصد قوات سوريا الديمقراطية الأكراد في سوريا بيهاجموا الجيش السوري في 7 مواقع كان الروس يسكنون أو متواجدين فيهم وانسحبوا. إذن القصد الأكراد في حرب مع الجيش السوري في دير الزور. دير الزور نفسها في مجموعة موالية لإيران وحزب الله بتطلق غارات وهجمات على قواعد تابعة للتحالف الدولي اللي هو في حقل كونيكو للغاز. يعني نعم، المعارك، أنا لا أدري المشاهد هيكون معايا في هذه المسألة، المسألة معقدة بعض الشيء، وبالتالي دير الزور سأساعدك في التوضيح، أرجوك ساعدنا ونساعد المشاهد الكريم أنا وأنت. يعني دير الزور منقسمة أكثر من معركة في أكثر من جهة، تفضل. نعم نعم، فيما يتعلق بمحافظة دير الزور وريفها، محافظة مترامية الأطراف تصل إلى حدود البوكمال على الحدود الغربية للعراق. مقسومة دير الزور قسمين، نهر الفرات يمر بمنتصفها، فعلى اليمين نهر الفرات الذاهب إلى العراق يسمى غرب الفرات، وهو تابع لسيطرة الدولة السورية ويمتد بالصحراء إلى تدمر فحمص فدمشق. على يسار نهر الفرات الذاهب إلى العراق، حتى يكون الأمر دقيقا، هنا شرق الفرات الذي تسيطر عليه قسد برعاية قوات الاحتلال الأمريكي من منطقة الباغوز على حد البوكمال من اليسار النهر شرق الفرات إلى منطقة جنوب الشدادي، وهذه مسافتها حوالي كطول 110 كيلومتر. هذه المنطقة فيها تجمع تسمى القرى السبع. القرى السبع هذه ظلت تحت سيطرة الدولة السورية، ويوجد فيها أيضا من الإيرانيين وكذلك بعض الروس منذ فترة ليست بعيدة. هذه القرى السبع هي تخضع لسيطرة الدولة السورية، وفيها قوات من العشائر الديرية كما يسمى، من عشائر المنطقة من هناك، أيضا مسلحين ويعملون مع الدولة السورية ويعملون مع البيئة الموجودة في القرى السبع. هذه القرى تطلق منها القذائف في بعض الأحيان على موضوع القوات الأمريكية في حقل كونيكو للغاز، وأحيانا إلى حقل عمر إذا كان هناك بعض القذائف طويلة المدى باتجاه حقل عمر النفطي. ما حدث اليوم يبدو أنه محاولة أيضا من جانب قسد لتعزز أوراقها لكي توسع دائرة نفوذها في إطار ما اعتبرته أنه نوع من أنواع اللحظة المواتية المناسبة للسيطرة على هذه المناطق التي كانت عصية عليها من جانب، وأن هذه المناطق السبعة في الحقيقة تشكل قلقا لقسد في إطار الرفض الشعبي في تلك المنطقة من دير الزور، لأنها منطقة عربية بامتياز، ولكن حدث ما حدث تحت عنوان مكافحة داعش.
الذي حدث حتى الآن أن الطيران الأمريكي استخدم طيرانه والرشاشات لضرب مواقع قوى العشائر التي صدت هجوم قسد. حتى اللحظة حقيقة لا أمتلك معلومات دقيقة حول من سيطر على من، ولكن آخر ما سمعته من حوالي 3 ساعات بأن قسد فشل هجومها رغم الإسناد الأمريكي من الطيران عن طريق الرشاشات. أشكرك أستاذ عبد الحميد توفيق من دمشق، أستاذ رياض قهوجي مستشار الحدث للشؤون العسكرية، شكرا جزيلا لكما. بعد يوم على زيارة وزير خارجية إيران إلى أنقرة وفي مؤشر على فشل المحادثات الإيرانية التركية حول التطورات في سوريا، قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني إن بلاده كانت تأمل في أن يعالج وزير خارجية تركيا جانبا من سياسة بلاده الخارجية، وأضاف ولايتي أن بلاده لم تكن تتصور أن تقع تركيا في حفرة حفرتها أمريكا وإسرائيل حسب تعبيره. هذا ونفى يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الأنباء عن توجه عناصر الحشد الشعبي العراقي إلى سوريا، مؤكدا تواجدهم داخل الأراضي العراقية، لكنه أشار إلى أنه من حق الفصائل المسلحة القتال في سوريا باعتبارها فصائل المقاومة وفق تعبيره. فعلا أرسل الحشد الشعبي قوات إلى الداخل السوري للحرب ضد هذه الجماعة. لا، هذا طلع بيان رسمي من السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض، نفى وقطعا أنه لم يتم إرسال أي قوات إلى من الحشد الشعبي إلى سوريا، إلى داخل سوريا. الحشد الشعبي موجود على الأرض العراقية وهو يقاتل ويانا، وهو موجود ويانا ضمن قواطع العمليات وإلى دور مهم، وهو الظهر والسند القوي للقوات المسلحة العراقية. بس ما دخل إلى سوريا؟ أبداً، بيان رسمي رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح فياض. طيب، وبالنسبة للقطعات اللي موجودة هناك، ما خليني ما أقول قطعات، خليني أقول فصائل عراقية مقاومة يجوز هي موجودة هناك. يجوز، هذا حقهم. من حقهم؟ من حقهم. ليش من حقهم؟ من حقهم، هاي فصائل المقاومة هي لها سياستها، لها عقيدتها، ما ندخل احنا. بس الحشد الشعبي بصورته الرسمية موجود داخل الأراضي العراقية. ومع اشتعال المعارك في سوريا، لفتت صحيفة النهار اللبنانية إلى شبه غياب لموقف حزب الله من تطورات الشمال السوري، حيث لم يعبر حتى عن دعمه لدمشق. وعزت النهار ذلك إلى أن حزب الله لا يشارك في المعارك إلا بالحد الأدنى، وقد أخلى نقاطا بعدما استنزفت قدرته ضد إسرائيل. وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن حزب الله قلق أيضا من مؤامرات تحاك ضده وضد الوجود الإيراني في سوريا، موضحة أن الحزب يعالج الاستنزاف في لبنان وسوريا بعد ضربات إسرائيلية قاسية، إضافة إلى تبعات سياسية وشعبية لم يعد قادرا على تحملها. كما حذرت الصحيفة من تداعيات موجات نزوح معاكسة مع توسع رقعة المعارك نحو حماة وإمكانية امتدادها إلى حمص وطرطوس واللاذقية القريبة من لبنان. اخترق الجيش الإسرائيلي بعض موجات الإذاعات في لبنان، ووجه رسالة إلى أهالي قرى الجنوب حذرهم فيها من العودة إلى مناطقهم. هل حدث عن إسرائيل لا يريد إصابتكم أو المساس بكم؟ كل من يتوجه جنوبا من كائنة القرى يعرض حياته للخطر. امتنعوا من العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر. تحذير عاجل إلى سكان لبنان حتى إشعار آخر. ممنع التوجه جنوبا من القرى الآتية ومحيطها: شبعة، العبرية، بنزاوين، أرمين، أحمر، أنترة، شقرة، راشد، يعقوب، المنصوري. جيش الدفاع الإسرائيلي. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن انهيار وقف إطلاق النار في لبنان سيكون معناه أن تل أبيب لن تفرق بين لبنان وحزب الله. ودعا الجيش اللبناني إلى فرض وقف إطلاق النار وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني.
بشكل استثنائي تعقد الحكومة الإسرائيلية اليوم اجتماعها الأسبوعي في نهارية شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية وليس في القدس، ومن المقرر أن توافق الحكومة خلال الاجتماع على تشكيل لجنة وزارية لشؤون هضبة الجولان المحتل. يأتي اجتماع الحكومة الإسرائيلية بعد 6 أيام من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. من حيفا مراسل الحدث فالح نصير. فالح أهلا بك. ما يقال عن هذا الاجتماع ودلالات أنه في نهارية وليس في تل أبيب؟ نعم، ينعقد الاجتماع الوزاري الإسرائيلي الحكومي في هذا اليوم في نهارية خلافا للاجتماعات السابقة التي كانت تعقد في القدس أو في تل أبيب حتى في مقر وزارة الدفاع للنقاشات، وتحديدا الكابينت الذي كان ينعقد في مقر الكرياء بتل أبيب. ستتم مناقشة تشكيل وحدة خاصة أيضا بالجولان السوري المحتل. هذه الوحدة من شأنها التصدي لأي هجمات أو أي خروقات قد تحدث على الحدود بتوجيه ضربات إلى الجولان جراء الاشتباكات الجارية في داخل سوريا ما بين الفصائل المسلحة والنظام السوري. لذلك تتم اليوم دراسة هذا الموضوع ويعني تشكيل وحدة خاصة فقط بالجولان السوري المحتل، والهدف المنوط بها هو الدفاع والرد بحزم على أي هجمات أو أي خروقات أو أي إطلاق للقذائف وغير ذلك على الجولان في ظل ما يجري في سوريا من اشتباكات ما بين قوات النظام والفصائل المسلحة. العيون تتجه محمود في هذا اليوم تحديدا على الجبهة الشمالية في ظل الخروقات والتصريحات السياسية الإسرائيلية وما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي أجرى جولة في هذا اليوم عند الحدود الشمالية وقال إن انهيار وقف إطلاق النار ستقابل إسرائيل برد قاس على لبنان ولن تفرق وقتها ما بين الدولة اللبنانية وحزب الله، لأن هذا الاتفاق هو موقع مع الدولة اللبنانية ومن المفترض أن ينتشر الجيش ويبعد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني. وبالأمس كان هناك إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قبل حزب الله باتجاه مزارع شبعة. إسرائيل قالت إنها سترد وبأن هذا الاتفاق لابد له من لكن البداية كانت إسرائيلية فالح، يعني البداية كانت إسرائيلية، الخرق كان إسرائيليا، أصيب جندي حتى من الجيش اللبناني وإسرائيل اعترفت وقالت سنفتح تحقيق في هذه الإصابة، وبالتالي لو هناك خرق فإسرائيل اللي خرقت. يعني هذا صحيح محمود، وكأن إسرائيل تبرر لنفسها وتسمح لنفسها أن تفصل الاتفاق بما يتناسب ومقاصها الخاص، تمنع عودة السكان إلى مناطق الجنوب، هناك محاولات كانت من السكان للعودة، الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق النار، يرصد أيضا تحرك لعناصر حزب الله، وتدعي إسرائيل بأن هناك خروقات بشأن هذا الاتفاق وبأن الجيش اللبناني لم يمسك بزمام الأمور كما هو أو كما جاء في هذا الاتفاق. لذلك إسرائيل ترد بإطلاق النار وبالاستهدافات وبإطلاق الصواريخ، وكأنها تبرر لنفسها أن تفعل ما تريد إن كان من داخل الاتفاق أو من خارج هذا الاتفاق بمبررات تضعها لنفسها. لكن محمود، هذا الاتفاق مدته 60 يوما، يتم تقييمه يوم بيوم، أي بمعنى أنه اتفاق هش وقد ينهار وينسف في أي لحظة مع تواصل هذه الخروقات. حزب الله أطلق بالأمس قذيفتين صاروخيتين باتجاه مزارع شبعة. القناة الإسرائيلية 12 قالت إن واشنطن طلبت من تل أبيب عدم الرد على إطلاق القذيفتين حتى لا ينهار هذا الاتفاق، في وقت ذكر فيه موقع أكسيوس بأن هناك بمعنى رسالة نقلت من لبنان ومن إسرائيل مفادها التمسك باتفاق وقف إطلاق النار. لكن المعضلة تكمن في هذا الموضوع بعدم تجاوز
تجاوب سكان الحدود الشمالية مع النداءات الإسرائيلية وتحديدا من بنيامين نتنياهو للعودة إلى منازلهم في ظل الخشية من انهيار الاتفاق وعودة حزب الله ليطلق الصواريخ ويستهدف المستوطنات والمدن والقرى الحدودية كريات شموني والمطلة التي دمر فيها نسبة 70% من المنازل والمنشآت، وإعادة الإعمار تحتاج ربما إلى 4 أشهر على أقل تقدير. فالح نصير الفالح مراسلنا في القدس، شكرا جزيلا لك. نقاش ممتد مع الكاتب الصحفي الأستاذ حنا صالح. أستاذ حنا أهلا بك، كيف وصلك هذا التصريح؟ وزير الدفاع الإسرائيلي يقول لن نفرق ما بين حزب الله والدولة اللبنانية والجيش اللبناني، وبالتالي وهناك وعد ووعيد كبير جدا. يعني الحرب بشكل عام استنزفت، لكن خلال هذه الفترة يحاول العدو الإسرائيلي فرض إملاءات أكثر مما منحه إياها الاتفاق الذي وقع منذ يوم 27 من نوفمبر الماضي. نعم. ما يريده العدو الإسرائيلي الذي ارتكب أكثر من 100 خرق حتى الآن، منع انتشار الجيش في الجنوب، والخطوة الأساسية التي يريدها إبقاء الجنوب فارغا من السكان، يريد منع الناس من أن تعود إلى قراها وبلداتها، تتتالى الإنذارات ويتتالى القصف والتهديدات بشكل دوري. ما يقوله وزير حرب العدو من حيث مبدأ الاتفاق الذي وقع عليه لبنان مفهوم، الاتفاق الذي دار التفاوض بشأنه بين نبيه بري وكيلا عن حزب الله ودولة العدو الإسرائيلي، تتحمل وزر تنفيذه الحكومة اللبنانية الجهة الرسمية التي وقعته، وواقع الحال يحاول العدو الإسرائيلي منع السلطات اللبنانية من أن تقوم بعملية نشر الجيش. الجيش بات في الجنوب ويستعد للانتشار، لكن هناك استحالة انتشار ما دام العدو الإسرائيلي لن ينسحب قبل نهاية الفترة التجريبية، أي لمدة 60 يوما. إيه الأخطاء اللي وقع فيها الاتفاق؟ أخرت لجنة الرقابة الدولية. إيه الأخطاء اللي وقع فيها الاتفاق يا أستاذ حنا؟ لأنه زمان كان البعض يضغط نريد اتفاق ووقف إطلاق نار من جانب واحد حتى، وأنت قلت لي شخصيا هذه الجملة، ولما وقعنا الاتفاق اكتشفنا اتفاق من غير اتفاق، إسرائيل تريد الأرض والجغرافيا اللبنانية أكثر ما تريد حزب الله أو غيره. يعني بدون شك هناك أخطاء جسيمة في الاتفاق. فضل. الخطأ الأول أنه لم يتضمن أي إشارة في موضوع إعادة النازحين اللبنانيين قسرا. في القرار الدولي 1701 في 3 مواد من القرار جرى التأكيد على العودة الفورية للنازحين. اليوم المواطن اللبناني الذي عاد إلى الجنوب وجد بيته رماد، يسعى لشيء ما في بلدته في قريته، السلطة اللبنانية لم تصارح اللبنانيين بمضمون الاتفاق، اكتفت بحديث عام، حتى أن رئيس الحكومة اعتبر الاتفاق يتعلق بجنوب الليطاني في حين أن الاتفاق يبدأ من الجنوب ويشمل كل لبنان. عندما كنا نطالب أن يعلن لبنان ولو وقف نار من جانب واحد، كان الهدف لمنع أعطاء العدو أي ذرائع لوقف هذه المقتلة وهذا التدمير. السلطات اللبنانية واقعيا لم تبادر لأي خطوة، وحتى الآن المبادرات ما زالت خجولة، حتى أن الضغط المطلوب من جانب لبنان لانعقاد اللجنة الدولية للإشراف على آلية تنفيذ الاتفاق غير موجود. هناك رئيس اللجنة العسكرية الضابط الأميركي الجنرال الأميركي موجود، لكن الجانب الفرنسي لم يسمي بعد الضابط الفرنسي في اللجنة، وهناك حديث أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم الخميس القادم. عمليا هذا الاتفاق رغم كل ما نشهده برأيي صلب. لو أخذنا بعين الاعتبار ما حصل في العام 2006، استمرت إسرائيل منذ 14 من آب أغسطس بخرق الاتفاق حتى منتصف أكتوبر، يعني عدة أشهر وهي تواصل عمليات الخرق حتى
تم وقف الاعتداءات آنذاك. اليوم مع وجود لجنة رقابة دولية ستتحرك بدءا من الخميس، وضع الأمر تحت إشراف سنتكوم القيادة الأمريكية الوسطى، الموضوع هو أكثر فعالية، ومع وجود إدارة أمريكية تريد وقف النار، لكن هناك مشاكل إسرائيلية برأيي. هذه الخروقات والتعديات هي رسائل للداخل الإسرائيلي، رسائل واضحة، هناك رفض إسرائيلي وهناك قوى متطرفة بإسرائيل ترفض عودة المهجرين من المستوطنات إلى المستوطنات. هناك محاولة يومية للقول أن اليد العليا للعدو الإسرائيلي هي التي تسيطر، وهي تسيطر واقعيا، هي التي تسيطر وتؤمن الأمن للمستوطنين ليعودوا. وما اجتماع الحكومة الإسرائيلية في نهاريا على مقربة من الحدود اللبنانية إلا رسالة بهذا الاتجاه، والجانب الآخر أن أي حركة في لبنان سندمر ونقوم بكل ما يتطلبه بين الزوجين الرغبات. في دقيقتين، الاتفاق صلب لأن في لجنة الإشراف على الاتفاق قوية، يعني فرنسا فرضت فرضا على إسرائيل، أمريكا يعني من مصلحتها أن يكون هذا الأمر، وبالتالي هل هي قوية فعلا اللجنة؟ يعود الصلابة إلى هذه اللجنة المشرفة؟ بمعزل عن قرار عن مجلس الأمن وعن الأمم المتحدة، هذا القرار بوضع آلية دولية للإشراف على التنفيذ وضع لبنان تحت الفصل السابع. نعم القرار قوي، وما كان يمكن للولايات المتحدة أن تكون بهذه الاندفاعة لو لم يكن للأمريكيين مصالح بوقف النار. لنأخذ بين مزدوجين، الولايات المتحدة تبني في لبنان أكبر سفارة لها في كل المنطقة وأكثر من سفارات في أوروبا، وقد تكون مركز عمليات رئيسي لكل العمل الدبلوماسي والاستخباري إلى آخره الأمريكي في المنطقة. أعتقد أنه من هذه الزاوية أن أرى أن الاتفاق قوي، والخروقات ليست غير مألوفة، لكن على لبنان أن يتخذ الحد الأقصى من الإجراءات لأن مصلحة لبنان تنفيذ الاتفاق بكامل مندرجاته، لأنه بوليس التأمين للبنان لاستعادة الدولة واستعادة السيادة. شكرا، شكرك أستاذ حنا صالح، شكرا جزيلا لك أستاذ حنا، سأعود وألتقي بكم بعد ساعة من الآن، لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء.